عبر الفنان أحمد فهمي عن غضبه الشديد بسبب كثرة الشائعات حول المرض الذي لحق بزوجته هنا الزاهد فجأة خلال الأيام الأولى لشهر العسل، حيث قرر بنفسه توضيح الأمور للجمهور من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك. وأعاد الفنان أحمد فهمي نشر مقطع فيديو منتشر بقوة عبر السوشيال ميديا يلمح لإصابة زوجته بفيروس وباستغلال الزوجين لمرضها بغرض لفت الانتباه، مما دفعه للرد بقوله: اتفضلوا يا جماعة شوف احنا عايشين في وسط ايه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا اي كلام من ده، حسبي الله ونعم الوكيل. واكمل الممثل المصري في منشوره عبر فيسبوك: انا مش بديله قيمة يا جماعة، انا بوريكوا بس هل دي نوعية المفروض اني احترمها زي ما بتطلبوا مننا كفنانين، احنا متبهدلين في المستشفيات وده بياكل على جفان عيش بالكذبة، لسه عايزني ابقى محترم مع الناس دي. وعبر الفنان احمد فهمي عن غضبه الشديد بسبب كثرة الشائعات حول المرض الذي لحق بزوجته هنا الزاهد فجأة خلال الايام الاولى لشهر العسل، حيث قرر بنفسه توضيح الامور للجمهور من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك. وكانت والدة هنا الزاهد قد اعلنت مؤخرا ان ابنتها تعاني من الاصابة بميكروب في المعدة اثر تناولها وجبة طعام في سنغافورة، وبالتالي وضعها الاطباء تحت الملاحظة لمدة 3 ايام ومنعوها من تناول الطعام للتأكد من عدم اصابتها بالتسمم او حدوث اي مضاعفات، حيث يتم علاجها وتغذيتها بالمحاليل الطبية فقط. ومن المقرر ان يعود الزوجان هنا الزاهد واحمد فهمي لمصر فور ان يسمح لها الطبيب بركوب الطائرة دون الخوف من عودة الالام لها.